أعزائي المشاهدين، ما زلت التجربة الديمقراطية اللي صارت في الانتخابات البلدية تعيش على وقعها عديد المدن التونسية وكل البلديات. دونك اليوم حبينا باش نصطحبوكم في لقاء مع سي عمر منصور رئيس البلدية المنتخب بلدية الوردانين، هذه المدينة المعروفة بنضالاتها. دونك خليكم على فهر التقرير هذايا. بسم الله الرحمن الرحيم، مرحبا بكم قناة الساحل تي في، بارك الله فيكم، انتم اول من زارنا وتشرفنا بكم ومرحبا بكم وبمستمعيكم. السؤال الاول سي عمر، حابين نقولوا لو كان تقدم لنا شخصك للي ما يعرفكش من ساده المواطنين باش نقولوا شكون سي عمر المنصور. مرحبا بك. سي عمر المنصور مواطن ورداني، عايش في الوردانيين، من عائله وردانيه متوسطه الدخل، اب موظف وقيم ورجل تربيه، لم شؤون المنزل. عشت الابتدائي متاعي في الوردانيين، الثانوي متاعي في الوردانيين، في الجامعه مشيت قريت في سوسه. نعيش الوردانيين، نعيش مشاكلها، نعيش فرحتها، نعيش همها، نشارك الناس امورها الكل. ورداني ورداني بطبيعه الورداني البسيطه هكية والمزيانه وتحفونه. انا خدمت في مكتب مراقبه التداعيات مساكن ومتفقد في وزاره الماليه، وحبيت ننفع بلادي وحبيت نعاون بلادي، ما اوتيت من قوه ومن صبر وحكمه، وترشحت لقائمة مدينه تونس، والحمد لله انا اليوم على راس بلديه الوردانيين مع ثله من الاخيات والاخيان اللي عندنا فيهم ثقه كبيره باش يخدموا بلادنا ونعاونوا هالبلاد على الظروف اللي تمر بها. قلت لنا اللي سيادتك ترشحت على قائمة نداء تونس، وكان تعطينا أهم ربما ما ورد في برنامجكم الانتخابي اللي كان ربما ضمانات زادة باش خلت الناخبين يثقوا فيكم ويرشحوكم لهذا المنصب. بالنسبة للبرنامج الانتخابي كما حكينا في السابق، هو كي لاحظناه معناتها بتلقى أغلب القائمات متشابهة فيه، هو خارج من مشاكل الوردانيين اللي تعيشها الناس كل مع بعضهم. برنامجنا فيه تقريب رجع ثقة بين المواطن وبين الإدارة، تشريك المجتمع المدني، التنمية والنظافة والعناية بالبيئة، صحة المواطن، كل ما يهم مشاكل الوردانيين. عندنا مشكلة أخرى هي مشكلة الشباب راضي بالوردانيين، ومشكلة الرياضة اللي عنده مشكلة متاع مدارج وعنده موسم رياضي على أبواب وقريب اللي لازمنا نقاولوا حل. احنا الشباب هي جمعيتنا ولعبنا فيها الكوره وبدمنا توزع فيها. بالنسبه لنا احنا عندنا نقاط اخرى هي الفوضى والانتصاب الفوضوي، مشكل التنقل في وسط الرحبه بيدها والمرور نتاعها. عندنا ياسر مشاكل الحقيقه نتاع ربي لازمها تدخل، لكن ان شاء الله مش تدخل نتاع تسرع ونتاع كذا، لازم نعالج المواضيع هذه بحكمه والناس هذه حتى كي مش نحاول لازم نلقاو لها حلول، حتى كي مش نحاولوا كيفاش نحولها ولا كذا لازم نلقاو لها حلول، الا هي بيدها ما تمسش في قوتها وقوت صغرها. سي عمر، كان تعطينا فكره على تركيبه المجلس البلدي، سيما انه برشا قائمات سواء حزبيه ولا مستقله هي اللي تكون هذا المجلس. مجلس البلدي بالوردانيين يتكون من 18 مستشار متقسمين 6 على حركه نداء تونس، 5 على قائمة ورد، 5 قائمة النهضة، و2 قائمة أمل. تم انتخاب الرئيس والمساعدين، تم انتخاب 3 مساعدين، النائبة الأولى هي السيدة فاطمة الزهراء، النائبة الثانية السيدة ديلي يحيى، والنائبة الثالث سي زهير جريسان. الحقيقة متاع ربي ما عندناش مشاكل كبيرة، مش نخدموا مع بعضنا، اتفقنا الناس كل مش نخدموا مع بعضنا ومش نكونوا ايد واحده، ومعنا علم برك علم الوردانيين وممكن مصلحه الوردانيين. عندنا خلافات حتى على العكس ما يروج تروج الناس والعكس كذا، قائمين باتصال نتصلوا بالناس كل، ورانا قلت ربي وعد باش تاخذوا معنا مش نكون الناس كل ايد واحده. كلمه تتوجه بها لمواطني واهالي مدينه الوردانيين.
بالنسبة لأهالينا، أهالي منطقة الوردانيين ومنزل خير أبو عثمان واد زبس، بالنسبة نحن هما 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 رأس مال البشري، هما رأس مال البلدية. احنا أول حاجة مش نعملها هو تشريكهم هما في اتخاذ القرار، وتشريكهم في التفكير لمدينتهم على بعد على 5 سنين. هذو مش يكونوا في احنا مش يكون تفكير على مدى طويل، وتكون على تفكير في الوردانيين بعد 30 و40 عام، ولا مش نبدأ ولا نعمل العروسة نتاعها. احنا معاهم هما بالتفكير معاهم وبتشريكهم هما. بالنسبة للمواطنين البلدية محلولة ليهم، بلدية بلديتهم، يلزمهم هما بيدهم يكونوا حريصين معنا كي راهو زبلة، راهو حشاكة، أي قلق، أي مصدر متاع قلق يعلمونا به، يكلمونا به، يشاركوا معنا. بطبيعة الحال الجبال المحلية يلزمهم يكونوا يساهموا معنا فيهم، ما ثماش تنمية ما غير فلوس. حاجة أخرى يلزمهم يكونوا إيجابيين معنا، حاجة أخرى نطمنوهم إحنا بأننا إحنا رانا منهم ونعيش في وسطهم، وديارنا محلولة ليهم، بلدية محلولة ليهم، ومرحب بيهم، وماذا بنا لو كان يعاونونا باش يخدموا بلادهم معنا. حاجة أخرى نحب نقول لهم، إحنا بالنسبة لبلدية الوردانيين وكمجلس بلدي رانا ما ناش مش هجموا نغطيوا الناس، كل ما ناش معنا وما عناش قداش منعين مش راهو كل شيء. إحنا ماذا بهم نشاركهم هما ونحاموا ونعملوا في كل حي. تبدأ عنا عباد غديكاية هي اللي مش كنت مثلنا تمثل مجلس بلدي في الحي متاعها، هي اللي تعرف مشاكله، هي اللي تعرف قلقاته، هي اللي تعرف كذا، ويكونوا مندوبين عنا هنا، سواء في نعملهم تجميع ليهم ولا نعملهم كل حد كل لجنة كل جمعية كل شي يحبوا هم كيفاش يروا، ويجيوا ويكونوا هم عندهم شركاء معنا في الاخر، ومرحبا بهم ونطمنوهم، وراي الوردانيين أمانة عنا وأمانة عندهم هم، وإن شاء الله اليوم خير وغدوة خير. بالنسبة للإعلام ودور الإعلام، نعلمكم أن البلدية بلدية الوردانيين عندها موقع ويب متاعها، وقاعدين نفعلوا فيه، وقاعدين حد جاء هنا تفاهمنا مع الشركة اللي خدمته باش تهبط التصاور متاعنا جديد، وباش تهبط نشاطنا جديد. وحاجة أخرى نطلبها منكم باش تتابعوه، وانتم الله يرى فيكم أي تقصير من البلدية، أي مشكلة موجودة، أي كذا يهبط هنا غد. نحب نكونوا شفافين، نحب نكونوا المعلومات الكل توصل لكم، نحبكم انتم تتبعونا ما غير اشاعات، ما غير ما تقعدوا تسمعوا من ناس اخرى، حتى النقائص نتاعنا انا مش نقولوها لكم باش تعاونونا فيها انتم، مش لازم باش نقعدوا نتبعوا في بعض. راي البلديه بلديه الوردانيين كل الناس كل، ونحبوكم يكون دوركم ايجابي فيها. بالنسبه لنا احنا مش نخمموا باش نعملوا صفحه رسميه للبلديه باش يكون التفاعل متاعكم اكثر، حتى لما تدخلش الباج ويب متاعنا يجب تفاعل معنا على الصفحه الرسميه. عاش الوردانيين، عاش تونس، ومرحبا بكم انتم.